السلام عليكم حبايبي من مشتركي ومتابعي قناة أحمد الداودي على اليوتيوب، وندعو كل من يشوف هذا الفيديو وهو ما مشترك بالقناة أن يشترك من خلال الضغط على زر الاشتراك أدناه، وأهم شيء تفعل جرس الإشعارات حتى يجيك كل جديد من قناتنا، ولا تنسون الإعجاب بالفيديو وعلق حتى يوصل لأكثر عدد ممكن من الناس ويستفادون من الفيديو. إعلان لجميع الأخوة والأخوات اللي منتظرين أنه ينفتح التقديم على رواتب الرعاية الاجتماعية، ابقوا معنا بعد الفاصل لنتعرف على هذا الإعلان المفرح جدا للعاطلين عن العمل والعاجزين والأرامل والمطلقات وغيرها، فابقوا معنا. نتمنى منكم الاشتراك بقناة التليجرام الموجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف. ننشر على قناة التليجرام الأخبار العاجلة والتربوية وأسئلة ومرشحات وكل ما يخص الدوائر الخدمية أولا بأول، فلا تنسى قبل ما تشوف الفيديو الاشتراك بقناة التليجرام. لكل شخص منتظر تقديم على راتب الرعاية الاجتماعية حيكون التقديم إن شاء الله، ومن المحتمل حسب تسريبات من وزارة الشؤون الاجتماعية أنه حيكون في بداية هذا الشهر القادم، وبكل أحوال هو راح ينفتح سواء كان في بداية الشهر القادم أو نصفه أو نهايته. الأيام الجاية راح ينفتح بعد ما أطلقت الميزانية وحددوا ميزانية لقبول الفئات اللي تستحق التقديم على الرعاية الاجتماعية. التقديم طبعا حيكون عن طريق الانترنت. بعد ما ينفتح باب الشمول ان شاء الله وتنزل التقديم على الانترنت، سأقوم بشرح طريقة التقديم بشكل مفصل كالمعتاد، واكو فيديوهات قديمة تقدر تشوفها على نفس القناة تخص الفئات المشمولة بالتفصيل وبكل حذافيرها، وايضا كيف تقدم على الانترنت. الفئات اللي يحق لها التقديم على الرعاية الاجتماعية أنا قايلها هواي، لكن هسه راح أقولها بشكل مختصر. أولا هم العاطلين عن العمل، يجب أن يكون متزوج ويملك المستمسكات الثبوتية. ثانيا العاجزين، يجب أن يملك تقرير طبي صادر من اللجان الطبية. ثالثا الأرملة، يجب أن تكون الحالة الزوجية أرملة في هوية الأحوال المدنية. رابعا المطلقة، يجب أن تكون الحالة الزوجية مطلقة أيضا في أحوال المدنية. خامسا أسرة النزيل، أي زوجة السجين الذي قضى مدة حكم لا تقل عن سنة وتملك مقتبس حكم. سادسا يشمل التقديم فئات أخرى كالطالب المتزوج والعزباء ويتيم الأبوين. ندعو كل من شاف هذا الفيديو يشترك بالقناة إذا كان من غير المشتركين على قناتنا قناة أحمد الداودي، ويفعل جرس الإشعارات، وأقل ما يمكن نطلب من عندكم أنه تسوي إعجاب للفيديو وتعلق على الفيديو حتى يوصل أكثر عدد ممكن من اللي محتاجين هذا الفيديو ويعرفون بعض التعليمات ومنتظرين ينفتح باب التقديم على الرعاية الاجتماعية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات والاشتراك بقناة التليجرام الموجود رابطه أسفل الفيديو. تحياتي لكم، أحمد الداودي، شكرا لكم وإلى اللقاء.